ضيفنا اليوم في كنترول باس اللاعب اتحاد بن قردين عمر زركري. مرحبا بك عمر. بيك عايش عمر، كان نحكيو على البدايات نتاعك مع نادي حمام لنف، كيفاش كانت وشكون كان وراء بروسك؟ والله حمام لنف كما تعرف حومتي على باس قبل ما تكون جامعتي. الديبيو كانت اترافير لي جينيراسيون الكل، معناها بديت فيها من اللي صغير بشوي بشوي، واحد وصل للبستيني سينيور مع اول انترونور مع سي جيرار بيشير، وقتها مع سي معين ادجوان. بديت بشوي بشوي كما تعرف الديبي مش تكون سهله، تمشي من الاول ما تلعبش بشوي بشوي، اللي تلقى روحك تدخل 15 مينوت 10 مينوت كل مره كيفاش، اللي بشوي بشوي واحد شد البلاصه الحمد لله. عديت مواسم ممتازه مع نادي حمام لنف، تلقيت عديد العروض، بعد 3 سنين نقاوك في نجم الرياضي الساحلي. اما قبل نجم الرياضي الساحلي تزامن مع خروجك حمام لنف عامتها نزلت الرابطه المحترفه الثانيه. والله كما قلت انت الظروف ما كانتش كما يلزم، الخروج ما جاش من الباب الكبير، شفتوا الجمهور تاع نادي الرياضي حمام لنف تغشوا شويه البريود هذيك، وانا معهم يعني عندهم الحق، يعني خاطر السيتياسيون اللي خرجت فيها ما كانتش باهيه برشا. مي الله غالب كما تعرف الكارير جوار قصير، معناها الشانس ما تجيكش ديما ولازم واحد كي تجي الشانس تاعو يا خويا. قبل انتقالك النجم الرياضي الساحلي كانت عندك عروض زاده. والله صحيح، يمكن في البريود هذيك بالضبط جي يو ان كونتاكت مع كلوب افريكان، مي وقتها فماش حاجه سيريوز، معناها الكونتاكت تاع ليتوال سيتي بلو سيريو، دونك هذاك علاش يمكن شويه مشي لغاديك. كان تحكي لنا كيفاش انتقلت وشكون اللي كونتاكتيك وقتها قبل كل شيء؟ معناها قبل والله جيتي كونتاكتي بار زيد الجزيري اترافير سليم بولاسنيه، مشيت قعدت معاهم غاديكا في سوسة وتفهمنا على كل شيء. وقتها مزلت سو كونترا مع حمام لنف، رجعت دخلت في نيغوسياسيون مع سي فاضل باش نلقاو ان تيران دونتون باش نمشي هكا. البريود هذيك الناس الكل تستنى فيك، معناها تستنى في عمر زكري اللي ريناه في حمام لنف، عمر زكري اللي عطاه معناها الزوز مواسم الاخرانيين، معناها عطاه مردود ممتاز، حتى وقع دعوتك للمنتخب في ليجون وقتها يوفنتروا. بعد كي مشينا النجم مارينا شيء، معناها بريسك ما كنتش تلعب، علاش؟ صحيح، يمكن انا من الاول كي مشيت معناها الانتيغراسيون ديما تاخذ وقت، حتى كي مشيت من الاول وقعدت معاهم وتفهمت معاهم قال لي راك مش لو جوغ لوندومان باش تبدا تلعب، خاطر كيما تعرف ليفيكتيف ريش، كي مشيت فما دي ريكروتمون باهيين، جا من شرميتي، جا مراعي من مصر، معناها ليفيكتيف كبير واسامي بساميهم الكلهم، دونك عارف روحي مانيش نمشي نلعب ديريكت. خديت وقت وكل شوي بشوية، مي الفازة اللي صارت اللي جيت ماتش الاهلي هذاك ودخلت الدنيا كل بعضها، معناها فما تبدلت الادارة وتبدل الستاف اللي انت مستانس تخدم معاه واللي يعرفك، دونك كل شيء باش تبدا زيرو. وليه ومن بعد جاي ستاف جديد ولعبت معاه، معناها خديت طون جو، مي من بعد صاروا شوية مشاكل. شنو هي المشاكل اللي صاروا لك في الفترة هذيك؟ والله ما نحبش ندخل فيه الديتاي ذا برشا، خاطر حكيت عليه قبل ومش نقعد نحكي عليه، ما نحبش نعطي برشا من وقتي الحقيقه الموضوع هذا. المهم اول كوره معناها خارج تيران، معناها مسؤول وراء خروجك، معناها مسؤول، معناها هو اللي لزك باش تخرج من النجم الرياضي الساحلي. نعرف هو مش لزني، اما ما نقولش لزني باش نخرج، مي حط لي العصا في العجله في الايطوال، وحتى على خروجي ما خلانيش نخرج بسهوله، معناها فهمت، لا نحبك لا نصور عليك. نطلب منك فلوس كمان باش تخرج. طلب مني فلوس هذيك الحاجه اللي تزيد تبهتك، معناها اللي انت ما حاجتيش بيك، وميم طون نحبك تجيب لي فلوس باش تخرج. وقداش بالضبط الفلوس؟ يزيد شنو نذكروا المونطون اللي في بالي 100,000 دينار. هذاك المونطون اللي طلبوا من الاول. وخليت فلوس كمان من ليتوال انت؟ خليت فلوس كي خرجت بري، ومن بعد خرجت بمونطون اللي هو 30,000 دينار، ما خرجتش بلاش. وبعد مشيت تجربة، كنت تحكي لنا على التجربة نتاعك في السعودية، مشيت لفريق نجران. هي الخروج من اللي تورى وجا بعد التجربة نتاع السعودية، خاطر أنا مشيت بري للسعودية بعد عاودت رجعت. الإكسبيريونس والله ما كانتش خايبة، سورتو عمناول في السعودية، معناها في الدرجة الأولى اللي يسميوها هما، فما سيتي ترونجي، معناها الريتم موجود، معناها كأنك تلعب في شامبيونا محترمة، خاطر لهنا كانوا ماخذين عليها فكرة خايبة في تونس، السعودية ليه؟ سورتو انفراستركتور غاديك حاجه انورم اللي عندهم، وكوتي خدمه قاعدين يخدموا، كي تلقى انت 12 ستاف تونسي على 20 جمعيه، معناها ما عادش السعوديه مع 7 اترونجي ريتم اخر.
كا بعد في سكان بري اوبليجي باش نروح. بعد جيت نلقاوك رجعت مع النجم الساحلي وبعد نلقاوك في بن قردان. بعد كما قلت لك رجعت نلقى روحي مش مرحب بيه في النجم الساحلي، تحطت ليستا فيها 35 جوار، انا نلقى روحي كارتي معناها يا انسان شوف حل. كا جي شوازي باش نفسخ، الشوا نتاع التفسيخ مني انا راهو ما يمون جامي بروبوزي سا. اما انا وقتها معناها نزلت على فلوسك وفسخت؟ قلت لهم ما عادش زدتهم فلوس باش فسخت، مش نزلت على فلوسي، عطيتهم فلوس باش فسخت. كا ومن بعد التجربه نتاع الاتحاد الرياضي بن قردان والله ما كانتش خايبه، يعني الكونتاكت جي اترافير دكتور وادي واجيه الجري و الاكسبيريونس باهيه. مشيت الحقيقه مانيش حاسبها فلوس، ماشي باش نكور كما تعرف انت، مشيت للسعوديه ما لعبتش في الايطوال، مشيت للسعوديه لعبت، جيت تلقى روحك كارتين بالايطوال، تحب تكور ماكش تحسبها فلوس بوغ سو رولونسي. دنيرمون عشت فتره صعيبه، الناس الكل وقفت معاك، تونس الكل وقفت معاك، عرفت قداش العباد تحبك زاده، قعدنا نتبعوا فيك الناس كلها معناها قاعد تتبع فيك، كان تحكينا على كيفاش صارت الوضع هذا. والله الحمد لله واحد ساعه تعديها قبل كل شيء، الحمد لله. سيتي شوكونت الحكايه، ما توقعهاش، خاطر احنا في العائله مانيش كلي مستهترين ولا دونك الفيروس كيفاش تخلينا للدار، هذيك اللي هو اللي استغربناه من الاول، فهمت؟ من بعد شويه تعديت سلامات، كما قلت لك احنا كلنا اسامبتوماتيك بلوز اوموا، ما تقلق حتى حد سوف عزيزي الله يرحمه. تعديناها لاباس، الحجر الصحي تعدى من رجل، ما تقلقنيش برشا. عم شوفوك في الحجر الصحي اش عملت؟ ريناك في الكونفينمون بعد ترينا حبيت ترجع بشوي بشوية، تعلمت تمانشي وتعلمت والله من القلق تعمل كل شيء الحق، تلقى روحك محصور في بيت 24 تصور شهر انا عادي، دونك تولي تلقى برشا حاجات باش تضيع فيهم وقتك. ما خفتش من بعد عملت تيست طلعت مازلت بوزيتيف، ما خفتش وقتها شويه هكا؟ مش خفت، اما تهلوس الوقتاش باش نقعد هكا، وتهلوس الاكثر اسكو انا باش نرجع لتا نورمال بتاع بدني ولا خاطر بيسك ماكش تعمل في دي موفمون، ماكش تعمل في اونترينمون انتونس غاديك تقول زعما كي نرجع في ان اونترينمون انتونس باش نتقلق، ليه باش يقلقني السوف الموجود مش موجود؟ مي الحمد لله معناها ما كانتش صعيبه البريس. انت عملت دو تيست طلعوا مازالوا بوقت دو تيست مازالوا بوزيتيف هكاك؟ لا هو التيست الاولاني وانا معناها في دارنا هذاك قبل ما نمشي هذاك بوزيتيف، والتيست اللي بعده بوزيتيف بعد 14 جور، اما تزيد بعد 10 ايام تزيد تيست واحد اخر الحمد لله طلعت لاباس. وكيفاش عديت في مستير؟ كيفاش كانت المحصور وحدك؟ كيف لقيت عباد غاديك؟ هي راي امبيونس فاميليال اكثر منها حسره. اون بليس انا معايا الفامي يعني قبل، هذيك الحاجه اللي تخليك بليز مو اليس، كان جيت وحدي يمكن نتقلق، هي معاك الفامي تلقى الشومبر اللي بجنبك بوك الشومبر الاخرى هونك عرفت، وزيد العباد غاديك الكلهم ماهمش متقلقين، دونك الناس تسال على بعضها شو عملت شنو عندك جديد، عرفت عملنا جيران عملنا اصحاب غاديك. واش تحب تقول للعباد اللي سالت عليك برشا عباد؟ والله بالحق يعني نشكرهم الناس كل ما نحبش نسمي ما ننسى حتى اسم، لا خلاو تليفونات لا خلاو يبعثوا لي غاديك ماكله لا معناها وقفوا معايا من النواحي الكل ويسالوا، فما عباد تسال عليا كل يوم، عباد راهم مش قراب لي من كل يوم يطلبوك بالتليفون يسالوك شنو السيتياسيون تاعك شنو، نشكرهم على خاطر السوتيان مورال اهم برشا في اللي كان هذوما. توا كي رجعت تترينا كل ما حسيتش ما اثرتش فيك ما حسيتش؟ لا فما حتى ما فما حتى ما فما حتى ديجا انا وانا في الكونفينمون غاديك نترينا في الشومبر ما فما حتى قلق، دونك من بعد سافا. سر اختيارك للرقم 10 و 28؟ توا دي سيت انا نحب رقم 10 خاطر ملي صغير نشوف رقم الحظ نتاعي، مش رقم حظ اما نحبوا النمره ذاك من قبل، يعني ملي جونت قعدت نلعب بنمره 10 اللي طلعت في السينيور في حملم نلقى النمره 10 موجود بالزهر، خاطر سي با فاسيل تلقى ديما تلقى شكون ماخذه كاو تو ان شاء الله بيانتو باش نرجع بال10 في بن قردان. تنجم تقول في حمام الانف خذيت شويه من اسم بن شويخه ولا ما ينجم حتى حد؟ لا انيس قام اخرى كاليتي اخرى تاع كوره الحقيقه، يعني انا انيس من الناس اللي وقفوا معايا راهو ديما ينصحوني
مليانه في لي جون، مليانه في لي كادي ولي جونيور، يجي انيس يتفرج في لي زونترينمون، يجبدني على جنب يقعد ينصحني اعمل هكا ما تعملش هكا، عرفت؟ عاوني برشا خاطر الاكسبيريونس اللي عنده معناها ينجم يعاونك بها حتى بكلمه وتهزلك المورال. اما ليه حد ما ينجم ياخذ بلاصته في حالنا فعلا. فما انت عندك برشا اصحاب وفما واحد منهم يحب يوصل لك ميساج. خويا تبجعني كما تكون في المو خويا، ان شاء الله لاباس خويا، ان شاء الله تعمل بخير، عندك مازالت عندك ماتش تاع بروغريسيون كبيره برشا، مازال خويا وقت ان شاء الله قدرت ربي تحترف في البرا خويا، نشوفك في جمعيه كبيره برا، ويزيك يا معلم يا الشهرة جوك بيس عامل خويا الشهرة. اوه منين جايب هالكلمة؟ شنو خويا هذايا؟ شنو تعليقك على الفويس؟ الفويس على فكره اكثر انسان راه مش ديسبونيبل في حياته جمله، راه ديما نكلمه يا بو ثاني جاي الحمل ما نتقابلوا مريق لك به ساي رونديفو هكا برا لو جوينو تطلب 500 مره تليفون مسكر، وبعد هو يقول لك وبعد هو يقول لي انا القاك اللي جيت لبنغردين. يا البوس 10 معناها يعني من اللي جون طلعنا مع بعضنا كورنا ومشينا مع بعضنا كيف ناسيونال وصحاب معناها يعني ديما صحاب حتى بعد الكوره شنو ناخذ صحاب. اما كيما تعرف الكوره تبعد برشا سيرتو ديستانس وكل كل واحد في شيره، مانيش ديسبونيبل فرد وقت ديما باش نتقابلوا كل مي ديما تقعد العشره موجوده. مستقبلك مع بنغردين نعرف زيد اللي عندك عروض دانيال مو؟ والله انا سو كونترا حتى كشي 2021 في بنغردين بور لو مومون، مازال ما فما حتى شيء اوفيسيال، ما فماش دي كونتاكت اوفيسيال، ومازال فما 10 ماتشات في السيزون هذايا، الواحد ان شاء الله يعدي يعمل اون بون بريستاسيون. علاش لي انا البرومي اوبجيكتيف هو معناها نخرج لبرا، بعد كان جات حاجه كيك ربي سهل. اي ما فما حاجه من تونس والله، اي حاجه اوفيسيال لي كلامات كلامات وبرا ديما الكلامات موجودين. شكون جماعي؟ والله مازال مازال انا ما وصلني حتى شيء ديريكت معناها. كي نقول لك ستاد تونيزيان الكونتاكت صار قبل ما تجي لبنغردين، توا ما عنديش فكره. باهي كي لهنا مع بنغردين تذكر ماتش ماتش قعدك في البال مع بنغردين؟ ماتش قعد كونتر ليتوال. علاش كونتر ليتوال؟ خاطر جيتي شارجي على الاخر ما نكذبش عليك يعني، خاطر كي تحس بالظلم سيرتا مومون تولي هذاك تحولوا لانرجي. تظلمت معناتها حسيت لي انت تظلمت معناتها. قلت لك ان سارتان مومون نحس روحي نجم نكور ميم با نمشي كونفوكي. توا هكا معناها اسكو السيد هذا ولا المسؤول ولا اكس؟ ما نعرفش ما نحبش نحكي لك انا ما نحبش نقول راهو المسؤول ولا لونترونور ولا اكس ولا ايكغيك. اما لي سيركونستانس اللي صاروا ماهمش لوجيك فهمت. ديجا يجيني لونترونور ادجوان يقول لي شنو هي المشكله عندك؟ مشكله مع الاداره؟ عندك مشكله مع لونترونور؟ نقولوا لي راني ما عندي مشكله مع حتى حد، انا معناها على الورق ما عندي مشكله مع حد، القلوب الله اعلم. باش نعدي لك مع حمام لنف باش تتذكر احسن مباراه ليك عديتها مع حمام لنف ماتش ما تنساهوش تذكرها هذه فانا ماتش؟ اي ماتش البنزرت ماركيت مونتو بالزدر تروح هذه. شنو هي الماتش اللي قعدك في المباراة قعدتك في الذاكرة؟ مزبوط ماتش ستاد تونيزيان في باردو وماتش صفاقس في حملة. علاش عملت الماتش هذا؟ ماتش صفاقس هذاك سيتي ان بيوت ديسيزيف معناها دقيقة 89 كنا خاسرين واحد شيء عدلنا وربحنا في دقيقة 89 و من وقتها يمكن دار عليه سيشيف ليليا فارامون. اما اخي كيما قلت لك ليه الماتش هذاك بالحق كان ماتش اكسيبسيونيل مش كان لي انا للجروب الكل وقتها سيتا ماتش روبير فسورتو لي بلون معناها تكتيكمون كل شيء كل شيء اون بليس ختمناه بالربح عرفت هذاك اللي عطاها جول للماتش هذاك. وماتش ستاد؟ ماتش ستاد قصة قصة هذاك وقتها مانيش باش نلعب على البنك كهو لافي دي ماتش جاني عربي المجري قال لي اي عاد غدوه باش تماركي. قلت له يا عربي انا على البنك دونك خليني مانيش قابلها لي انا على البنك عرفت.
قال لي نورمال من المشكله، قال لي تدخل ان شاء الله تماركي. قلت له باهي ان شاء الله ندخل ماركي، وانا وقت عندي 2-0 والماتش اللي بعده نلعب كونتر سهم قصر قفصه في قفصه تيرا حجر. قلت له باهي باش ندخل الماركي باش نحي المريول باش ناخذ صفره باش ما نمشيش نلعب الماتش هذاك. قال لي مريقل اوكي باهي تا نشوفوا. ايفيكتيفمون دقيقة 70 دخلت هكاك، دقيقة 75 ماركيت مونت ونحيت المريول وصار لي صارت بالضبط معناها الحكاية. كاو بعد الماتش خلت عليه عربي يعملوا يا كوتش يا كوتش راهو نحى المريول بالعاني باش ما يمشيش معانا الجمعة الجاية. باش نمشيو توا عمر زكري مع نجم نادي الساحل. انت بس فماش تروح هكا قاعد لك مع ليتوال تروح النجم كنت تنجم تعطي مخير وتروح تمنيت تلعبوا مع النجم. تروح تمنيت نلعبوا تروح استحقيت نلعبوا فينال كوب دي تونيزي اللي خسرنا فيه 4 ذاك. خاطر وقتها الخمسه ماتشات اللي قبلهم الكل لعبوا وزوز ماتشات الاخرانيين ماركيت فيهم. استنيت باش ناخذ شانس مش باش نلعب من الاول ما نكذبش عليك. استنيت باش ناخذ فيه شانس مي ما صارتش. مالوغوزمون جات مع الخساره وكل حاسيل روحت مخنوق على الاخر. عمر زكري شكرا على الحضور وخلي كلمه الختام. والله نشكرك انت ساعه على الاستضافه هذيا وميرسي بوكو وان شاء الله نتقابلوا في حاجه من خير ان شاء الله. ميرسي.